بعد إعلان انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال السعودي، زاد توافد مشجعي الفريق على متجر النادي انتظاراً للظهور الأول لقميص اللاعب الذي سيحمل الرقم 10. زوار المتجر أعربوا عن سعادتهم بالصفقة وتحمسهم لمشاهدة نيمار في الملاعب السعودية. فأنا أشوف الهلال بحاجة مثل هذا اللاعب، ممكن يفيدك كجانب خبرة، كجانب مشاهدات لمباريات الهلال. ممكن الهلال مستقبلا برضو يقدر بسهولة يتعاقد مع أي لاعب ثاني بحكم أنه قادر يجيب اسم كبير مثل اسم نيمار. وبوجود نيمار مع الهلال تكتمل فرحة مشجعيه بضم نجم جديد سيحدث فرقا واضحا وإضافة قوية لأداء النادي. الاتحاد يعني معه بنزيمة والنصر معه كريستيانو، حنا ما معنا أحد، بس إن شاء الله أنه يبيجي نيمار. ونيمار لاعب قوي ومشهور، يعني قوي ومهارات عالية، يعني بيأثر كثير بالهلال. ومن المتوقع أن يتم تقديم نيمار لاعباً للهلال في مباراته مع الفيحاء على ملعب الملك فهد يوم السبت المقبل.